بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نبي الميقات، هلا وصلنا الكعبة الشريفة. هاي العمرة اليوم للمرحوم زياد أديب الشيخ أبو طارق رحمه الله، آنسه الله وضعه الله جنة. اللهم اغفر له ورحمه يا رحيم، اللهم رد ترابه ويسر حسابه، اللهم يا جنة امسكهم وأواه يا ابراهيم، اللهم يا جنة مأواه يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحان الله ولا بش الطواب. بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رد ترابه، اللهم يسر حسابه، اللهم زد في حسناته يا رب العالمين، اللهم تجازه اللهم عن سيئاته، اللهم اجعل قبره روضة رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم اغسله بماء الثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لا إله إلا أنت سبحانك ربنا الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هاي العمرة المرحوم بوجه الله تعالى، بوجه الله تعالى. نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحان الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.